معرض كافكس، واحد من أشهر المعارض في مصر والوطن العربي، اللي بتتنافس فيها الشركات المتخصصة في كل مستلزمات المطاعم والكافيهات والفنادق، وكمان شركات تصنيع العربيات المتنقلة الخاصة بمشروعات الأغذية والمشروبات، وكمان العيادات البشرية ومراكز الرعاية البيطرية للحيوانات الأليفة، وبيع الكتب والملابس والإكسسوارات وغيرها من الخدمات المهمة. وعلى فكرة البنك الأهلي المصري بيمول للشباب وصغار المستثمرين مشروعات العربيات المتنقلة، ومهتم جداً بالنوعية دي من المشروعات. وكان مفاجأة كافكس 2024 تنظيم شركة إيجي ماب جناح كامل لمنح حق الامتياز للعلامات التجارية الشهيرة في قطاع الأغذية والمشروبات، وطبعاً دي مشروعات ناجحة ومتميزة وليها فروع متعددة، وبالتالي بتمنح حق الامتياز لعلامتها التجارية شرط الالتزام بمنتجاتها وضوابط التصنيع والتسويق المحددة، وده اللي بيسموه الفرانشايز. وزي ما تعودنا تعالوا نزور الجدعان من أصحاب المشروعات اللي بيعرضوا منتجاتهم وأفكارهم في المعرض عشان نتعرف على قصص نجاحهم وإزاي اتحققت. البداية هتكون من جناح شركة التمساح، أشهر مصنع في منطقة أبو رواش، بيصمم وبيصنع العربيات المتنقلة واللي أشهر استخداماتها مشروعات الأغذية والمشروبات. 12 سنة صنعوا خلالها حوالي 400 عربية متنقلة لأشهر العلامات التجارية زي بي آر جي آر وعربياتا والأكيل وأربيز وكوكدور وبرجر فاكتوري والتبعي وبيكي بربر، ودي صالونات حلاقة، واستباليا ودي عبارة عن عيادات طبية متنقلة، وغيرها كتير من الأفكار. كمان بيصنعوا العربيات المتنقلة وبيأجروها للشباب جاهزة فئة 5 نجوم. تعالوا نقابل المهندس محمد علي مدير مصنع التمساح للكرفانات. حضرتك بتقولي النهاردة أنا مصنع أكتر من 400 عربية. مزبوط. إن أنا أكتر واحد التزمت في مبادرة البنك الأهلي اللي دعم هذه المشروعات. مزبوط. وهي مشروعات مهمة جدا للشباب. مزبوط. ثانيا عربيه زي دي ممكن توفر من 8 ل 10 فرص عمل للشباب. مظبوط. انا معاك، عايز اعرفني مين التمساح، شغلنا بدا امتى، بنصنع ايه، احكي لي. مجموعه شركات التمساح عده مصانع، في مصنع التمساح لبناء وتكسير السفن، ده موجود في المنطقه الحره اللي في السويس في الادبيه، وعندنا مصنع التمساح للحديد والصلب، ده من اكتر من 70 سنه بيشتغل في مجال قطاعات الحديد والصلب بالكامل. وبعدين عندنا التمساح الدولية للتجارة، ده وكالة بيع كبيرة جدا على الطريق البطيء في أليوب، ومن ضمنها بتصنع بعض قطاعات الحديد زي الصاج المعرج والحديد السلسلة والزوايا وحاجات زي كده. وفي مصنع التمساح للهياكل المعدنية والأوناش العلوية، من أول المصانع في مصر ويمكن في بعض دول كتيرة في الشرق الأوسط اللي صنعنا الأوناش الجانتري بتاعت الرخام والأوناش الأوفر هيت كرين. وكم محلي قد ايه، كام في المية؟ أكتر من 70% نسبة الإنتاج المحلي. لو حضرتك نزلت منطقة شقة التعبال هتلاقي نسبة كبيرة جدا 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 اللي قلناش هناك التمساح. ايوه فنم. ايوه صدرنا دول كتيرة، صدرنا لامريكا، صدرنا للسودان، صدرنا لقطر، صدرنا لحتت كتيرة قوي. والمصنع بتاعنا ده اللي هو مصنع الكرفانات اللي احنا بصدد الكلام عنه. بدأنا ليه مصنع الكرفانات ده؟ الفكرة كان في احد العملاء جالنا بصورة عربية من على النت، قال انا عاوز اعمل العربية دي، عملناها له وبدأ يقف. الراجل ده ايقونة نجاح عربيات الطعام في مصر، من غير ما نذكر اسمه عشان ما يبقاش دعايه. لا قول، عرفنا بيه. هو بي ار جي ار، من افضل العربيات، اشهر برجر في مصر النهارده. من افضل العربيات اللي عملت شغل، وكان هو فعلا الايقونه اللي خلت الشباب كلها تفكر بسبب نجاحه هو، وبسبب ان هو عمل مردود حلو قوي، خلى الناس كلها تفكر في الموضوع. فاحنا عملنا له العربيه الاولانيه، بعد منها جالنا عربيه تانية جايه من امريكا، كانت كرفان معيشه، والطلب مننا هي غاليه قوي قوي، بتتباع بره بارقام فلكيه، فجت لنا من بره، فبدأنا نفكها ونحولها الفود تراك. خدنا الاسطمبه بتاعتها او الفرمه بتاعتها، وبدأنا نعملها بصبه معينه، ان انا اطلع بالظبط اختها، لان هي يعتبر من اكبر الشركات في العالم اللي بتصنع المقطوره بتاعت فود تراك. السعر فرق قد ايه؟ لا كتير قوي، يعني انا ممكن مثلا هو بيتكلم في 2 مليون تلاقينا انا بتكلم في 250,000 مثلا. البنك الاهلي عمل مبادره عظيمه جدا. مزبوط. في 2022 انا متذكر التاريخ. مظبوط. ووقع مع شركات كتير جدا عشان خاطر يوفر العربيات دي للشباب، لانها فرص عمل كويسه جدا ومضمونه. انت بتاخد امتياز علامه تجاريه او بتبتكر علامتك التجاريه. تمام. كمطعم او كافيه او حلاق او مكتبه او بيع هدوم، كل الكلام ده ينفع في. تمام. العربيات دي
المبادرة أخبارنا معها إيه؟ وإزاي تقدم لها من خلالكم؟ المبادرة إحنا حالياً يعتبر المتكودين ضمن البنك الأهلي. بيجي العميل بيقول لي أنا عايز مثلاً فوتراك زي كده، طيب أنت محتاج هتعمل نوع الأكل إيه؟ فببدأ أنا أخد منه المعلومات، لو لقيته خبرته ضعيفة ببدأ أنا أوجهه، أوجهه في كل حاجة، لا المفروض ما تعملش دي، لا المفروض تعمل دي، ده صح ده غلط من واقع خبرتنا واحتكاكنا في السوق. يعني ممكن أجيلك بتصميم أو أنت تبدأ معايا فروم سكراتش؟ طبعاً، وممكن حضرتك تكون الصفر. مش عارف تماماً ونهائياً يعني إيه فوتراك، وأنا أخدك من إيدك أعلمك، ولا المعدات اللي جواها اللي أنا محتاجها للصناعة. أنا هسلمها لك تيرنكي. طب إيه المطلوب مني عشان أخد مبادرة البنك الأهلي من خلال حضرتك؟ حضرتك لازم تكون شركة، حتى لو شركة أفراد، سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وبعدين حضرتك بتعمل شهادة بيانات ممول، والمكان عقد بالمكان لمدة 5 سنين طول فترة التمويل. حضرتك بتجيلي بتختار العربية اللي انت عايزها والمعدات اللي انت محتاجها كلها، انا بعمل لحضرتك عرض سعر وبنسلمه للبنك الاهلي. خلاص العميل ده كويس وشايفين ان هو تمام، بيبدأوا يدوله نسبة التمويل ويحددوله نسبة المساهمة اللي هو هيدفعه، فبيبدأ العميل بياخد، البنك بيطلع لي الشيك، ببدأ انا اعمل العربية للعميل وبسلمها للعميل، بجيب له سلامة، بنقدم له على سلامة الغذاء وبنجيب له شهادة سلامة الغذاء وبندي له الفاتورة بتاعتها، بيروح يسلمها للبنك وبيبدأ يشتغل. خليني أسأل حضرتك على حاجة مهمة جدا. دلوقتي أنا نفسي أعمل المشروع ده، في العالم كله في موضوع مهم جدا لازم ننتبه ليه، وهو إيجار العربيات. أنا عندي من زمان، حضرتك لو دخلت على البيج عندي على الفيسبوك هتلاقيني في كل بوست برفعه إن أنا عندي عربيات إيجار، وعندي عربيات إيجار على كل المستويات. يعني موجودة عندك في المصنع، أقدر أخدها أطلع بيها الساحل، السخنة، على الصدر، مرسى علم، وبدون أي اشتراطات. ثانية واحدة، أنت بتقول قنبلة، يعني أنا لو في الساحل خدت أرض تقدر تفرشها لي بالكامل بالعربيات دي وأشغل 4-5 مشروعات جنب بعض؟ طبعاً جوه المطورين لو حد عايز يعمل منطقة سريعة. بس أنا كمصنع عندي مجموعة سي 30 عربية اللي عارضهم إيجار. السيزون اللي أنا فيه ده مثلاً ممكن لحد الآن أنا أجرت منهم 20، باقي معايا 10، اللي بيلحق ياخد ال10، خلاص خلصتهم خلاص. الإيجارات من كام لكام كده؟ اديني كده رينج. يعني أنا ممكن مثلاً في كارت ممكن ب 2000 جنيه 2000 جنيه؟ أيوه. في اليوم؟ لا في الشهر يا فندم. شهر بجد؟ أيوه فندم. أنا بقول لسعادتك العربية دي بتخرج ب 6000 جنيه إيجار ل 8000 حسب السيزون. أيوه فندم. آيس كريم. الكونتينر ده ممكن يخرج ب 10000 جنيه كامل. المبادرة بتاعت البنك الأهلي المصري الخاصة بتمويل العربيات دي نجحت ولا أنت رأيك إيه؟ هي نجحت بنسبة كبيرة جدا، والبنك الأهلي فيه ميزة كمان، البنك الأهلي كل فترة بيتصل بينا يقول لك شايف نطور إزاي؟ لو في أي حاجة أو في أي ضربة أو في أي مشكلة دايما إحنا بنتدارك لحلها عشان نطورها في المرحلة اللي بعد منها. التحدي اللي قدامنا في المبادرة؟ التحدي اللي قدامنا إن إحنا محتاجين نجيب أماكن كتيرة للشباب بسعر مخفض، حاليا صعب قوي، بقى بنسبة كبيرة جدا صعب، لأن الموضوع انتشر كتير، فبدأ الناس كله عايز يخش فيها، فبنيجي في الآخر بنلاقي إن بقت الأماكن قليلة، فالشاب اللي عايز يشتغل مش عارف يضطر يروح مكان خاص، مكان خاص أسعاره عالية جدا، في أماكن بتوصل لسبعين ألف جنيه في الشهر إيجار. إحنا بنتكلم في الصح بقى اللي إحنا نعمله، لازم أعمل زي شارع مصر بتاع زمان، فأماكن تكون عليها طلب. أنا اقترحت إنها عايز شركة كبيرة تبدأ تدير فود كورت كامل وتبدأ تتحكم فيه، بحيث إن هي تديله خبرتها، فهو مع الوقت هياخد الخبرة دي، لو خرج في السوق المحلي لوحده هيعرف ينجح. انت عايز مكان تحت نظام، تحت نظام اي المشروع اللي عامله حسام حسن. ايوه مظله وبرضه في اعمار. ايوه، واحدد واجيب اماكن اوفرها للشباب، اقدر من خلالها الشاب اللي حالته ضعيفه قوي يقدر يقف يشتغل.